بسم الله على بركة الله. اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. في اتجاه سيدي حرازم بحول الله، مفاجآت كثيرة في هذا اليوم ومعلومات هامة جدا. السلام عليكم ورحمة الله. انطلقنا من أيت شعيب حيث بتنا ليلتنا قريبا من بودربالة في اتجاه سيدي حرازم. مررنا بداية من عين توجطات التي وجدنا سوقها ممتلئا هذا اليوم، يوم الخميس. عين توجطات، المدينة المتاخمة لمدينة فاس، قريبة جدا من مدينة فاس. ثم بعد ذلك بعض المرتفعات لنصل إلى أيت ولان. هذه هي منطقة أيت ولان، مناطق فلاحية غنية بتربة صالحة للزراعة ومناخ رطب، تنتج العديد من المنتجات الزراعية كالزيتون، وزيتون هذه المنطقة وزيتها متميز بطبيعة الحال، إضافة إلى الحوامض وما إلى ذلك. ثم وصلنا إلى منطقة عين الشقاق. منطقة عين الشقاق هذه تابعة ترابيا لأموزار كندر. عين الشقاق بلدة صغيرة جدا، تتواجد بين أيت ولان ومدينة فاس. من هنا كذلك يمكنك الذهاب إلى منطقة صفرو أو سيدي حرازم التي نقصدها في هذا اليوم. إذن غادرنا هذه المنطقة، منطقة عين الشقاق في اتجاه سيدي حرازم، أراضي فلاحية شاسعة لكن الحاجة ملحة للأمطار، فقد بدأت هذه المغروسات تدبل. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. بين الفينة والأخرى أجد بعض اللوحات الجميلة لبعض المدارس: العلم نور والجهل عار. وصلنا المسير إلى أن وصلنا إلى مدارة. إذا أردت الذهاب إلى صفرو تنعطف يمينا تقريبا 17 كيلومترا من هنا في اتجاه صفرو، وإذا أردت العودة إلى فاس أو سيدي حرازم تنعطف يسارا. إذن انعطفنا يسارا في اتجاه مدينة فاس أو سيدي حرازم بطبيعة الحال. في الأعوام الفارطة تجد هذه الأماكن مزركشة، وتجد الأسر خاصة في هذه العطلة ملتفين حول هذه الحقول وهذه البساتين، لأن المنظر يكون جميلا جدا. فنحن الآن نتواجد على هضبة سيس. طبيعة الحال مكناس وفاس وما جاورهما كلها مناطق على هضبة سيس. كما قلت من قبل، فهذه المناطق تتميز بمناخ رطب وتربة صالحة للزراعة إن عطفنا يمينا في اتجاه سيدي حرازم. لا بد من وجود مرتفعات
أصبحنا قريبين جدا من هذه المنطقة الغنية عن التعريف، منطقة سيدي حرازم، جميع المغاربة يعرفونها. سيدي حرازم، تقع سيدي حرازم جنوب شرق مدينة فاس، وهي عبارة عن تجمعات سكنية متناثرة هنا وهناك. هذه الجماعة، جماعة سيدي حرازم، تأوي حوالي 6000 نسمة، تابعة بطبيعة الحال لجهة فاس مكناس ولاية فاس. مركز هذه التجمعات السكنية كما قلت من قبل هو حامة سيدي حرازم، حامة سيدي حرازم التي سننعطف الآن يسارا من أجل الوصول إليها. وإذا أردت الذهاب إلى تازة وما جاورها فستذهب مباشرة إلى الأمام. هذه هي منطقة سيدي حرازم التي ترون الآن. الحمد لله لا زالت الأمور جيدة، قد استعادت المنطقة عافيتها بعودة الزوار، فقد وجدنا المنطقة مكتظة. صنعنا طعام الغداء برفقة الأستاذ عبد المالك. كنا نتبادل أطراف الحديث وفي نفس الوقت نصنع الغداء، فنحن لسنا من رواد المقاهي ولا نحب الأكل خارج البيوت. ثم بعد ذلك ذهبت للقيام بجولة في هذه المشربة، هذه التي سنصل إليها بعد قليل، تسمى المشربة الثانية. مناظر جميلة، الحمد لله تعافت الأمور وعادت الحياة إلى هذه المنطقة وأصبحت مكتظة بالناس، فقد وجدنا المنطقة مليئة ولله الحمد والشكر. منطقة سيدي حرازم كما قلت لكم مركزها هو حامة سيدي حرازم، هذه الحامة التي أكرم الله عز وجل بها هذه المنطقة. تنقسم إلى مشربتين، هذه المشربة الثانية كما ترون، فقد استرجعت المنطقة عافيتها، المكان مكتظ جدا بالناس. بطبيعة الحال هذه المنطقة توفر فرص شغل وتشغل يد عاملة لا يستهان بها. العديد من الصنابير هنا مفتوحة على طول اليوم وعلى طول الأسبوع. حامة سيدي حرازم منبع للمياه المعدنية العالية الجودة، وقد تحولت هذه المنطقة بفضل هذه المياه إلى موقع مغربي لاستقطاب آلاف الزوار سنويا، سواء من داخل المغربي أو من خارجه. إضافة إلى تميز المنطقة بجو رطب ومنعش خاصة في فصلي الربيع والصيف، فهذه الأسباب تجعل الناس يقصدونها دائما. إضافة إلى فوائد صحية هامة لمياه حامة سيدي حرازم، هذه المياه التي يقال أنها تعالج مشاكل الكلى وخاصة الحصى، وفوائد كثيرة جدا، وقد أثبت علميا أن هذه المياه عالية الجودة. ثم كذلك المشربة الثانية، سترافقونني الآن في جولة إلى المشربة الأولى، عفوا إلى المشربة الأولى أو المشربة الرئيسية.
هذه المشربة قريبة جدا من ضريح سيدي علي بن حرازم المتوفى خلال القرن الثاني عشر، ويقال أن مقبرة أن قبره أو ضريحه يوجد في مقبرة باب فتوح، وهي واحدة من أكبر المقابر التاريخية في المدينة، وقد أعاد بناءه السلطان العلوي محمد بن عبد الله نهاية القرن الثامن عشر. لكن هناك رأي آخر لبعض الساكنين الذي يقولون أن هذا الضريح يوجد على مقربة من المشربة الأولى هذه التي سنصل إليها بعد قليل. إذن كما قلت لكم، فهذه المنطقة توفر فرص شغل كثير للعديد من الباعة والتجار وأرباب المقاهي وبيوت الكراء ودور الكراء كذلك والفنادق وبيع المياه المعدنية، إضافة إلى خدمات أخرى كثيرة جدا. أهالي المنطقة يعاملون الزوار معاملة جيدة، تجدهم يقدمون لك المساعدة، وناس مسالمون بطبيعة الحال. هذه هي المشربة الأولى، مياه معدنية عالية الجودة ولله الحمد والشكر. أحيطكم علما أن هذه المياه تكون دائما ساخنة ولو في فصل الشتاء، عندما تريد شرب الماء تجده ساخنا سواء في الصيف أو في الشتاء أو الربيع أو الخريف، هذه المياه دائما ساخنة. وقد حكى لي رجل هذا اليوم أن هذه المياه من قبل كانت حرارتها يرى فوارها من منطقة بعيدة، وخاصة ليلا حيث تخلق ضبابا في المنطقة. لكن الأمور كلها تغيرت بطبيعة الحال. نرجو من الله عز وجل أن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا. إذن غادرت المكان مكان جميل جدا يستحق الزيارة بكل صراحة. الوجهة الآن مدينة فاس ومولاي يعقوب. حتى لا أطيل عليكم، سأؤجل الحديث عن زيارتي لمولاي يعقوب ومدينة فاس، المدينة التي تستحق حلقة كاملة، إلى حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.